تاعك اللي راهو داير حالة، يعني أغانيك يعني كل أغنية ورا أغنية تخرج. أنت قلت جيبي ورقة وستيلو وروحي نتفاهموا. جبت لي ورقة تاعي برك نسيت ستيلو ما جبتوش باش نتفاهموا. شنو ما يبيع ستيلو تاعنا؟ كذا أنه دائما يشوفوا أنه الأغاني ولا المواضيع اللي تخيرها كأنه الواحد لو يسمع فيها يحس بهذيك الاستوار، يحس باللي هذيك الأغنية قاسته هو. هل أنت تحب تلعب على مشاعرنا الحساسة ولا كيفاش كذا؟ لا والله ما عايش نلعب على المشاعر الحساسة، وإنما نغنوا الواقع وش عايش. الناس تحب الواقع، يحبوا حاجة صلات صح. ومادام أنا راني عايش بين هاد الناس، عايش معاهم وعارف دونك الحاجة اللي ما صلات ليش ليا تكون صلات لصاحبي، صلات لحبيبي. نغني ومادام كاين دي بارول اللي يمدوا لنا كلام مليح وكلام نقي، سبور سا دايما نحبوا نخدموا خدمة مليحة وماشي وحدي. أنا دايما كي نخدم أنا نخدم مع هاد في بليك اللي نحيوها ونحيو هاد الأوركست تاعنا اللي دايما معايا ودايما نخدم معايا. بيان سور نحلو نحيو الفرقة الموسيقية اللي هي فرقة الموسيقية كادير جابوني اللي حيت رافقنا في هذه السهرة، اللي نقول لهم يعطيكم الصحة. الله يتفق عليهم. كادير من جيبو لابريغات وزيدو سونترال حققت نجاح ورا نجاح. أكيد أنه أنا ربما كي نقول من 2006 كان هناك نجاحات طلعة وهبطة، لكن نشوف باللي بعد قبل ما نهضروا على ربما هذه الاغنيه بالذات، علاش انا حبيت هذه الاغنيه مع انه ربما الاسئله تكررت، لكن انا حبيت فقط نقول حاجه انه لما اغنيه يكتب لها النجاح يكتب لها النجاح. هذه الاغنيه عندها 3 سنين وانت كنت ديجا غنيتها، يعني 3 سنين وانت تغني فيها صح. لكن كيفاش حتى انه دارت في 2006 الضجه؟ هل هذاك هو الوقت المناسب اللي كان دير فيه الضجه ولا؟ يعني سؤالي حي. نقول لك مام هذه الاغنيه ما كانتش نورمالمون ما كناش رايحين نديروها. وغزمو درتها كذا. الحمد لله هذه الاغنيه في الخير باسكو هي اللي ربحت عليها، والناس اللي عرفوني بها جيبو لابريغاز سونترال الاغنيه اللي عرفوني بها واللي دارت في السي دي، وكان معايا رفيق دارت في السي دي ميرويت. احنا هذاك الوقت كنا الاغنيه الشابه نديروها نيميرو ا دوزيام دوزيام دهابط. انا تال مغنيت كاع الغناء هذيك قعدت لي اغنيه اللي كيف يقولوا لي غنيها وانا نقول لهم ما حبيتش نغنيها، راني نغنيها هذه في كنت نخدم كنت نغنيها، مي قلت لهم انا حبيت ندير حاجه جديده. جات هذه الاغنيه قلت لهم معليش نخلوها هي الاغنيه. شوف كاع من هذوك الغناء اللي وجدت جديد كانت هذيك الاغنيه، باسكو هذيك الاغنيه كنت صافي طروازا وانا غنيتها. دوك كيما حنا نقولوا حنا ديزارتيس نقولوا شاربها الاغنيه شربتها. وكي غنيتها كانت تحكي سوسيال فيها حوايج اللي في المجتمع تاعنا، سي بور سا قاست الناس. بصح لحقت الديزار كي 3 سنين وهي الدور، ومن بعد في 2006 دارت لو بوز. نهار اللي ربما بالك دار سمع باللي هذيك هي الاغنيه ربما تفاجئ تقول كاع واش تعبت على الالبوم، حتى هذه الاغنيه اللي عندها 3 سنين الدور. يعني هنا نشوفوا باللي هذاك هو الوقت اللي كنا فيه حنايا. دوك هذاك الوقت اللي كنا فيه انا 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 بالك من لا جينيراسيون اللي خدمت الكاسيت وخدمت السي دي وخدمت دوكا اليوتيوب كيما راهم الناس. وبين كذا راك بديت بلي كاسيت. حنا كي كنا نخدموا موالفين نوجدوا الغناء كان هذاك الوقت توجد 6 اغنيات توجد 7 اغنيات، مي الغناء اللي انت تبازي على الاغنيه الاولى دوزيام تروازيام ميم الغناء الاخر كنت نحبه ومازال نحبه ومازال نغنيه، بالك ما كتبلوش هذاك الوقت ما كتبلوش. هذه هي الغلطه تاع بالك الالبوم دي فوا البيبليك ما يديكوفريش غنى اللي يكون كاين غنى بالك انت راك غنيته ما يديكوفريش، يحب يسمع الاولى دوزيام تروازيام.